الجماهيري الكبير من أنصاري الزعيم في هذه الأمسية. بالتأكيد نحن وإياكم على موعد مع مباراة كبيرة مفتوحة ممتعة جميلة في الكثير من الأسماء المهمة، في العديد من النجوم، في الكثير من الرغبة في تحقيق الانتصار، في مواصلة المشوار. 7 نقاط لكل فريق بعد انتصارين في أول 3 جولات، وأمنية كبيرة بمواصلة حصد النقاط في هذه الأمسية، في هذه المعركة الكروية التي تجمع بين الفريقين. الهلال يخوض هذه المباراة في ملعبه بين جماهير بقيادة سالم الدوسري، وأيضا مع صفوف بدأت تكتمل تدريجيا في انتظار حضور كبير. الثاني خطير بالرأس وكرة، لكن الدفاع يتدخل. سالم داخل منطقة الجزاء بكرة، لكن الدفاع يتدخل. النجم التركي غير اتجاه اللاعب كويسن، لكنها بعيد أمام خصم يتمتع بهذه الإمكانيات العادلة. هذه لمالكوم داخل منطقة، حاول يمر لكن التغطية الإبعاد في اللحظة الأخيرة من جانب الدفاع الاتفاقي والوصول نحو الحارس باولو فيكتور. ياسر الشهراني كرة عرضية، مش هي الانتظار، لكن حمدا مرة أخرى بالقدم اليمنى. نيفيز العرضية حلوة بالرأس، يا ولد يا الله، جميلة جميلة، كم كانت حلوة اللقطة الأخيرة. يا ساتر يا جماعة، نيفيز روبن، يا جماعة روبن، عرضية حلوة بالرأس، ميتروفيتش موعد فريق فضربة العارضة تمنع الهدف، والفرصة كانت قريبة متاحة لمصعد سالم الدوسري. لمسة لياسر شهراني، يحاول ينتظر في الخلف ويبحث بعد ذلك عن ضرب الهلال يلعب الكرة. حزازي تحرك بجانب كويسن تمريرة، لكن يحاول إبعاد الخطر، ضغط عالي بجانب ميتروفيتش، عرضية بالرأس لكن عالية وبعيدة من ميتروفيتش، بعيدة من ميتروفيتش. في الأخير تحولت إلى ركلة مرمى. ألكساندر اللي كان هداف فوق العادة مع نادي فولم، لأنه فولم يعرف قيمة هذا. تغطية وتدخل عادة وسعادها، ميتروفيتش تسديدة لكتادة بن ميشيل، ميشيل مر، ميشيل مر، ميشيل تمريس عرضية نحو القائم الثاني خطيرة بالرأس، ولكن عالية واعتلت العارقة من غيره ميتروفيتش. ميتروفيتش في التغطية الدفاعية أمامه، ولكن رغم ذلك كان عند الالتقاء والضربة. وثاني مرة تقريبا أو ثالث مرة من ميتروفيتش، ثالث مرة، مرتين بالرأس كانت ومرة ستكون نتيجة مقبولة. خطيرة إلى مالكوم تسديده، يا ولد مالكوم، مالكوم روعة روعة روعة. لسه أتكلم على تعادل سلبي لم يحدث، العمل كبير من ميتروفيتش في التحضير، الضربة ولا أروع، 1-0 للزعيم مالكوم رابع. ليلة صعبة على زملائي هندرسون، خطيرة هلالية، كرة عرضية لكن فيها تغطية أمام ياسر المرتدة إلى الكويكبي، وفرصة مالكوم أمام تغطية وتدخل بعد ذلك إلى جانب ميتروفيتش. ميشيل يحاول يمر، ميشيل أمام تغطية، حمد مرة، ميشيل عدى إلى نيفيز، تمريرة الرد لكن وفرصة وكرة، كويسن، يا لها من لقطة، يا لها من فرصة في منتهى الروعة، في منتهى الخطورة لمصحة الاتفاق، لكن حلوة ومالكوم تسديدة، لكن الدفاع وكرة عالمي، ويحب الأهداف العالمية التورنيدو ومن غيره. روعة يا سالم، جميلة يا سالم، كرة ولا أسفل ولا أروع، قذيفة رايعة. سالم يا عيني سالم، سالم يا عيني سالم، أمام مانشيني، اللمسة في إبعاد تصل إلى هندرسون، أحب كرة أمامية حلوة خطيرة لكن فيها تغطية من جانب علي، الانتظار من جانب ميتروفيتش، ميشيل يحاول لكن التغطية أمام خارج ملعبك. المسألة معقدة بصراحة لسالم الدوسري، خاطئة من حارس المرمى إلى روبن نيفيز، لكن يبحث عن كرة عرضية، تغطية من جانب الدفاع ثم بعد ذلك إلى تغطية وبعد ذلك إبعاد أقرب إلى حمدان. مرة أخرى فيها ضغط عالي، رمية جانبية، بونو بأفضلية هلالية في الشوط الأول، ثنائية لماكم وسالم الدوسري، شوط أول ينتهي بهذه الرؤية سيداتي وسادتي. الهلال هدفين،
الاتفاق لا شيء. الان عوده لعبد العزيز البكر. لمسه باتجاه ميتروفيتش لكن التمريره صعبه. الجانب حمدان خطيره اتفاقيه داخل منطقه وراسيه لكنها كويك بتمريره لكن الدفاع تدخل في اخر لحظه. مالكم ثنائيات حلوه هلاليه تصل التمريره لكنها في تضييق المساحات على الهلاليين لكن انطلاقة رغم تفوق فريق على مستوى النتيجة في كثير من المرات. ياسر الشهراني سالم الدوسري كرة عرضية صدمت في طلب الكرة من جانب كوايسون عرضية لكنها سهلة في هذه التغطية الدفاعية وبعد ذلك الإبعاد تصل إلى سعود عبد الحميد. ياسر إذا تمكن من الحصول على مكان أساسي في قائمة فيها أمام الأمور في هذه الأثناء بكرة طويلة بعيدة عن الكل سهلة نحو غاية ورائعة الغالية بالنسبة لياسي بونو اللي كان يمي محاولة اتفاقية في مكان خطير داخل منطقة الجزاء والتسديدة في منتهى الروعة لكنها بعيدة. خطيرة جميلة الكويك بتهديد حقيقي اتفاقي أول تقريبا في شوط المباراة الثاني. الحري محاولة البحث عن التمرير مالكم علي البليهي ابدا الافضليه اتفاقيه في هذه الاثناء تسديده لكنها سهله قاضي على حدود منطقه الجزاء امام علي البليهي لكن التغطيه البليهي على جهه اليمين الى مالكم. اليمين كره تصل الى ميشيل عرضيه خطيره